السلام عليكم ورحمة الله، عودة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد لي بتي فور اللي هما لي رومياس، اللي هما الأصل ديالهم فرنسي، كيجيو مشهورين بفرنسا، كيجي المذاق ديالهم كيسميوهم هنايا شميشة، وكيجي المذاق ديالهم أروع وسهلين. أنا جبت لكم مقادير قليلة باش كلشي إن شاء الله يجرب هاد لي رومياس. اول حاجه نحتاجو فيها هي النوغا. بالنسبه للنوغا عندنا 25 غرام ديال الكليكوز، 25 غرام ديال السنيده، 25 غرام ديال الزبده. بالنسبه للعجين غنحتاجو 92 غرام ديال الزبده، عندنا 65 غرام ديال السكر كلاصي، وعندنا 35 غرام ديال بياض بيض. البيض هذه بيضه كامله، يعني البيضه خديتها الحجم ديالها كبير، علاش عطاتني في بياض البيض 35 غرام. وعندنا قبصه الملح وبودر فاني تقريبا راس معلقه. اول حاجه البنات غنمشيو نحضروا النوغا. هنا كما كتشوفوا عزيزاتي انا خديت كاسرول درت فيها سنيده والكليكوت والزبده، وغنخليهم فوق النار حتى يوصلوا للغليان وتذوب لينا ديك السنيده. النار تكون متوسطه يعني ما تجهدوش على النار. كما كتشوفوا الخليط دابا ديالنا وصل درجه الغليان، كيبان لكم فقاعات. في هذه الحاله غنزيدوا اللوز ايفيلي وكوكاسي، صافي نخلطو شويه ونطفيو عليه النار. هنا غناخدو زلافه درت فيها الزبده، غندير سكر كلاصي ضروري نغربلو سكر كلاصي، صافي كنخلط بالفويت. تقدرو تخبو بيه بيديكو ماشي مشكل. دونك كيما كتشوفو بالنسبه للزبده والسكر كلاصي ضروري كنخلطهم تيولي بوماد، تقدروا تخدموا بالفوي او تخدموا بيديكم. غنزيد قبيصه ديال الملح بودر فاني، تنزيد بياض البيض، شويه على الشكل هذا. الاخير غنزيدو فورس، سواء نفس الشيء ضروري يكون شي خصو يتغربل. كما كتشوفوا هو مسائل ما هو جاري، ندور الشكل ديالو القوام ديالو. بالنسبه اللي غادي يخدم عادي بيديه، ما تبقاوش فقط كتجمعوا في الاخير بحال شكل باتصابلي ما كدلكوش. بالنسبه للادويه اللي غنخدم بها هي هذه، كيقولوا لها سلطانه، هذه خاصة بلي غومياس. هما جوج خديتهم بعشرين درهم. شتو البنات، نتمنى الصورة تكون واضحة. والبوش داو البوش، هنا غناخدو بابي كويسو. هنا أخواتي بغيت نوضح لكم واحد المسألة، بالنسبة لي غادي نخدم بابي كويسو خاصو ضروري يدهن مكانش شتيغال بشوية زيت، نحط مباشرة بابي كويسون باش أثناء الشغال ميتهش لينا بابي كويسون، واللي عادو سيبا يخدم ديريكت بلا ما يدهن. هنا كما كتشوفو العجينة هي درتها في البوش، هنا بعد ما درنا الخليط ديالنا في البوش دابا غادي نبداو دريسيو. البنات كتحطو يديكم فوق بابي كويسون يعني كتهزو بسرعة، شفتو؟ هذا ضروري ديرو هاد العملية. كما شفتو الطريقة اللي دهنا بلون طخاب يعني دهنا الخامة بالزيت ودرنا فوق بابي كويسو، مكتخليش بابي كويسو يمحلنا في الخدمة، ومباشرة الخليط إين فوا تخلطو تخدمو مباشرة. هنا بعد ما سالينا غادي نبداو نضيفو النوكا ديالنا. دابا ديجا قسمت هنا، غنحطوها في الوسط لان بعد ما غتدخل الفرن غتسيح لينا. كما كتشوفو دابا خليتها نشفات ليا شويه،
غندخلها للفرن اللي شعلته على 160 درجه وغنحسب على 12 دقيقه. بعد ما طيب ليا غنتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. كما كتشوفوا عزاتي الفاضلات اخواني الاعزاء، هذا هو الشكل النهائي ديال لي غومياس، راهم ساهلين البنات، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم. دونك خدمت النصف الاخر خدمته بالزبده ديال لابواط، النصف الاول خدمته بالزبده عاديه والزبده ديال لابواط، والنصف الثاني خدمته بالزبده ديال لابواط. والوصفه ناجحه، والمقادير اللي عطيتكم راها مضبوطه، وعطيتكم مقادير قليله. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم ان شاء الله في هذا العيد، وإلا عجبوكم بارطاجيوهم مع العائله والاصدقاء. وما تنسوناش عزيزاتي بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وبالصحه والراحه الى موعد القادم ان شاء الله.